السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو الخاص بكيفية الولوج إلى موقع مسار الخاص بالتلاميذ. في المرحلة الأولى يجب الدخول إلى الموقع وهو كالتالي: متمدرس.main.gov.ma. نكتبه في المكان المخصص لذلك ثم نضغط على زر أونتري. تظهر لنا هذه الصفحة، نضغط على الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ، ثم تظهر لنا صفحة أخرى فيها اسم المستخدم وكلمة المرور. هذه المعلومات يجب الحصول عليها من الإدارة. بعد إدخال المعلومات نضغط على تسجيل الدخول، فيفتح مسار مرحبا بنا باسم التلميذ نجده هنا، ويطلب منا تغيير كلمة المرور. إذا في اليمين نجد قائمة تتضمن الصفحة الرئيسية، التمدرس، الموارد الرقمية إلى غيرها من المعلومات، بإمكانكم اكتشافها. إذا نضغط على رئيسية يظهر لنا المعلومات التالية: عمل مطلوب للإنجاز، أن التقويم والامتحانات مع آخر النقاط، الغياب إلى آخر. في الأخير في الأسفل في هذه القائمة نضغط على اسم التلميذ وتظهر لنا قائمة أخرى تظهر لي بياناتي الشخصية وعلبة الرسائل الخاصة بي، وتطلب مني أيضا تغيير كلمة المرور. وفي الأخير نضغط على تسجيل الخروج. كان هذا كل ما يخص كيفية الدخول إلى حساب مسار الخاص بالتلاميذ. إذا كان لديكم أي تساؤل من الممكن التواصل معي عبر تعليقات. أشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.